يسعد صباحك. صباح الخير أنس، عم تسمعنا أنس؟ يعني أكيد سالي اليوم في مسير سلام من شوارع حلب القديمة للجامع الأموي مرورا بخان الوزير وغيره من الأماكن اللي نفضت. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل مين عم يشوف الإخبارية هلأ، تحديدا من مدينة حلب اللي عم تشهد هاي الاحتفالات، وتحديدا المؤتمر التاسع للغرفة الفتية الدولية اللي انعقد وتم الافتتاح يوم أمس على المدرج الشهير، المدرج الأثري، مدرج قلعة حلب. الاحتفال تضمن عدة عروضات، منها مولوية، منها طربية فنية، وكانت بمثابة افتتاح هذا المؤتمر التاسع. حتى نعرف أكثر عن الغرفة الفتية وعن هذا المؤتمر اللي عم ينعقد بمدينة حلب بمشاركة من ممثلي الغرف بالمحافظات السورية وأيضا من بعض الدول العربية والأجنبية، رح انتقل فورا لنائر رحاوي الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية. خلينا نعرف أكثر عن حفل مبارح عن هذا المؤتمر تحديدا. أول شيء صباح الخير، تستضيف حلب في هذه الأيام المؤتمر الوطني للغرفة الفتية الدولية لسنة 2017. استضافة المؤتمر كان تحدي كبير لنا بغرفة حلب. بالسنة الماضية كانت حلب ترزح تحت قذائف وتحت دمار وتحت حرب. نحن قلنا أنه الشباب الحلبي قادر يرجع يوقف على الرجلين. التصويت السنة الماضية كان لحق حلب باستضافة هذا المؤتمر، كان في إجماع من كل المحافظات السورية أنه حلب قدرانة تستضيف المؤتمر. اليوم مبارح كان الافتتاح وبداية فعاليات المؤتمر، بلشنا افتتاحنا بقلعة حلب بحضور جماهيري ورسمي. كان في أكثر من 5000 شخص. تماما، كان في أكثر من 5000 شخص. كان في أعضاء للغرفة المحلية من كل المحافظات، أجوا غرفة دمشق، غرفة اللاذقية، غرفة طرطوس، غرفة السويدة، غرفة حما وغرفة حمص، كانوا معنا موجودين. أطلقنا الفعاليات الافتتاح تحت كلمة حلب قيامة المجد. نحن بحلب بنآمن أنه المجد والتاريخ والحضارة والعراقة اللي كانت فيها حلب مستحيل تموت، رح نرجع فيه نوقف على رجلين. هي رجعة والافتتاح بقلعة حلب أكيد أجا بفضل تضحيات وانتصارات الجيش العربي. أكيد السوري. أكيد أكيد، ونحن هون منحيي كل أفراد الجيش العربي السوري، منحيي شهدائنا اللي لولاهم ما كنا وصلنا لهذا المحل. في يوم من الأيام كنا نحن اللي عايشين بحلب عم نسأل عجب رح نرجع ندخل على القلعة، عجب أولادنا في يوم من الأيام رح يرجعوا نمسك إيديهم ونقول لهم هي قلعتكم. مبارح رجعنا دخلنا قلعة حلب، شباب الحلبي دخلوا قلعتهم، والشباب السوري دخلوا على قلعة حلب، حسينا ببهاء أو فخامتها، وحسيناها هي عم تستقبلنا وبتقلنا أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. رح ننتقل لشيء ثاني، كثير ناس وكثير شباب بداخل سوريا بيسمعوا الغرفة الفتية الدولية جي سي آي، خلينا نحكي شوي عن مشاريع الجي سي آي على صعيد حلب على أقل تقدير. تمام، خليني أقول لك أول شيء، الجي سي آي الغرفة الفتية الدولية هي منظمة تطوعية موجودة من أكثر من 100 سنة، تضم شباب فاعلين. الفكرة الأساسية هي خلق مهارات قيادية لدى الشباب. اليوم بالظروف اللي مرينا فيها الشباب في كثير أفكار مشتتة، في كثير أفكار كانت عم تاخذهم لمحلات. الجي سي آي عم تحاول أنه توجه فكر هذا الشباب لشيء اسمه عمل، لشيء اسمه بزنس، لشيء اسمه إدارة، لشيء اسمه قيادة، لشيء اسمه قيادة مجتمعية لازم يكونوا فيها. بحلب سكرت الجي سي آي أو أوقفت أعمالها من سنة 2012، رجعنا لكن الشباب استمروا، شفناهم بمؤتمرات دولية. تمام، شبابنا كانوا عم بحضروا مؤتمرات دولية، عم برفعوا اسم بلدهم، عم برفعوا علم سوريا، ارتفع بكندا، ارتفع باليابان، ارتفع بالهند، وآخر شيء هلأ من كم شهر كنا في تونس عم نرفع العلم السوري ونقول نحن موجودين. نحن الشباب السوري قدران يمثل بلده، وهلأ عم نستضيف المؤتمر الوطني. مشاريع الجي سي آي بحلب كثيرة، ببداية العام بالشهر الثالث كان في مشروعنا الكبير آمن بحلب، واللي كان دعوة لكل السوريين وكل الحلبية اللي تركوا مدينتهم مجبرين بعد
ما تحررت حلب بعد ما رجعت حلب لأهاليها إنه يرجعوا ويكون لهم إيد في إعادة إعمار هاي المدينة. تمام أستاذ نائل، هلا بعد شوي في مسير للسلام، شو الرسالة اللي حابين توصلوا من خلال هذا المسير؟ نحن بالغرفة الفتية الدولية عالميا في حملة كبيرة على مستوى العالم تتحملت 122 دولة اسمها السلام ممكن، peace is possible. فاليوم نحن بحلب عم نعمل مسير للسلام، رح يكون بالمدينة القديمة بالجامع الأموي خان الوزير ولقلعة حلب، لنوصل رسالتنا لكل العالم لكل الجي سي اي الانترناشنال بال 122 دولة انه نحن منعلم العالم ايش يعني السلام، نحن منطلق السلام ونحن قد هي الكلمة. الرئيس المحلي نائل الرحابي، شكرا لانضمامك معنا. كمان رح اخذ شباب، يعني شو هي الإضافة إنه هذا المؤتمر انعقد اليوم بمدينة حلب؟ شو الخصوصية بالنسبة لكم؟ اليوم نحن بمدينة حلب لأنه هي نعرق المدن اليوم موجودة بسوريا. الضغوط والشيء اللي صار مدينة حلب كان مر عليها ظروف أقصى من أي محافظة تانية، أقصى من أي مدينة تانية. الشباب الحلبي اليوم أثبت لكل العالم إنه هو شباب مستعد للمستقبل وعم بيشتغل لبكرة. اليوم قوة وشجاعة أهل مدينة حلب كتير مهمة. اليوم إذا بنمشي بشوارع حلب القديمة بنشوف قوة عودتهم للعمل مرة تانية وكيف إنهم عم بيرجعوا يبنوا من جديد خلال فترة كتير ضئيلة. كمان عم نحكي عن المؤتمر وعم نحكي بعد شوي على مسير السلام، شو حابين تقولوا من خلال هذا المسير؟ صباح الخير. مسير السلام، نحن بنحب نوجه رسالة سلام من حلب، من قلب سوريا، من رئتين اللي هي بتنفس فيها سوريا. بنوجه رسالة سلام للشباب الحلبي إنه بالفعل حلب قادرة، رح نرجع نبنيها ورح نرجع نعمرها بإيدينا إن شاء الله. دانيا تكوني معنا، أنت آخر حدا، كيفك؟ صباح الخير. تمام، صباح النور. كيفك أنت منسقة الإعلامية للجسي آي بي حلب؟ أدي اليوم مهم انعقاد هذا المؤتمر التاسع بحلب. أول شيء بترجع أهميته خاصة بعد كل الظروف اللي مرقت فيها حلب، فنحن كان كتير حبينا أنه يبدأ من هون لنأكد العالم أنه نحن رغم كل اللي صار بشبابنا وشعبنا نحن قادرين أنه نحن نرجع نكمل، نرجع نوقف على رجلينا وبكل مثل ما كنا وأكثر وأحسن إن شاء الله. شكرا لك. يعني مثل ما شفنا هذا هو الشباب السوري رح، اذا في حدا اوكي. مرحبا، صباح الخير، كيفك؟ يا هلا، يا هلا وسهلا. هي حلب شو بتعني لكم اليوم؟ حلب حلب بتعني لنا بالاخير، يعني حلب لي شخصيا بتعني لي كثير. انا دارس بحلب 10 سنين ما كنت عم بجي على حلب، هلا اول مره بجي على حلب، يعني كثير بالنسبه لي كان شعور رائع. طبعا اكيد اكيد، وخاصه امبارح قلعه وهيك، يعني كان رجعتنا حلب اللي بنعرفها. شكرا لك، واهلا وسهلا فيكم كل السوريين من كل المحافظات السوريه اللي اجتمعوا امبارح واليوم واكيد بكره خلال هذا المؤتمر بمدينه حلب. الخصوصيه انه مدينه حلب رح تعيش بعد ايام قليله الذكرى الاولى لتحريرها من الارهابيين بفضل انتصارات الجيش العربي السوري. بالتأكيد أكيد حلب هي مكان للسلام، مكان للأمان، بفضل الأمان اللي صار بهاي المدينة وتحديدا مدينتها القديمة، اللي رح نشوف من خلال التقارير القادمة كيف انعقد المؤتمر التاسع للجي سي اي بمدينة حلب، وكان العنوان الأبرز حلب قيامة المجد. رح أرجع لكم لاستديوهاتنا بصباحنا. نعم أنا أسا بالختام.